مادة مظلمة أم قوة مضيئة؟ يجب أن نعرف أنه لا يمكننا اعتبار الأشياء التي لا نراها ولا نشعر بها على أنها غير موجودة. ولا يمكننا وصف ماهية وشكل جميع الأشياء التي نراها ونشعر بها. ورد في تعريف الكتلة أنها مفهوم يظهر مقاومة جسم ما للتسارع عند وقوع تأثير ناتج عن القوة. من حيث المبدأ، تشغل المادة مكاناً في الفضاء، وهي موجودة في المكان الذي تحدث فيه القوة تأثيراً. ووفقاً لما ذكرناه، فإن المادة المظلمة لا تتناسب مع تعريف الكتلة، لأنها في كل مكان، لكننا لا نجدها. وفي الواقع، ما يسمى بالمادة المظلمة هو تعريف وهمي يجب تصحيحه. وفي الحقيقة لا توجد مادة مظلمة، بل هي قوة مضيئة يبلغ تأثيرها بنية المجرات. وتوضح النظرية الأخيرة أن تأثير المادة المظلمة موجود في كل مكان، ولكنه غير ظاهر. إنها قوة وليست كتلة، وسميت بالمظلمة لأن الإنسان ليس لديه علم بطبيعتها، وسوف نوضحها ونطلق عليها اسم القوة المضيئة. هذه القوة تنبعث أساساً من اختلاف سرعتين في النقاط الخارجية للكون بسرعة أعلى من سرعة الضوء مع النقاط الداخلية في الكون. وبسبب هذا التباين تتولد قوة على شكل الإعصار باتجاه المركز، وهذا الوصف أدق من التعريف السابق لدوام بقاء المجرات. وكما سبق أن ذكرنا في مقال تحطم جدار سرعة الضوء، يوجد في حواف الكون سرعة أعلى من سرعة الضوء، والأجرام السماوية في حواف الكون تدور بسرعة تفوق بمرات عديدة سرعة الضوء. والاختلاف بين السرعة الكبيرة في حواف الكون مع النقاط القريبة من المركز الافتراضي للكون هو السبب في تكوين قوة تدور على هيئة الإعصار. وهذه القوة تتسبب وهي في حالة الدوران في تكوين قوة باتجاه الداخل مثل الإعصار الذي يجذب النقاط نحو المركز وهو في حالة الدوران. لذا فإن ما نطلق عليه اسم المادة المظلمة هو في الواقع قوة مضيئة تنشأ من اختلاف سرعة دوران الأجرام السماوية في حواف الكون والأجرام السماوية القريبة من المركز الافتراضي للكون.